هل تود تعزيز عزيمتك؟ ماذا إن أخبرتك أنك تمتلك بالفعل القوة الذهنية والإصرار والتفاؤل وعقلية النمو المطلوبة لذلك؟ أعتقد أنه حان الوقت ليأخذ قطاع ترويج مفهوم العزيمة قسطاً من الراحة. أعني بذلك كل الكتب ومنشورات شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الصوتية التي تحثك على أن تتألق في حين يتعثر الآخرون، أو تقدم لك الأسرار الثلاثة أو الخمسة لذوي المرونة العقلية، سواء تعلقت المرونة فعلاً بالإصرار أو التفاؤل أو عقلية النمو. يروج خبراء هذا المجال هذا النوع من النصائح عن السمات الشخصية التي تحتاج إليها لتصبح ذا مرونة شخصية، لأنها سلعة مربحة. لكنني أشعر بالانزعاج من انطباعين خاطئين خلفهما مقدمو النصائح ذوو النيات الحسنة. أولاً، اعتبار العزيمة صفة نادرة. ثانياً، أنها تنبع كلياً من داخل الإنسان تقريباً، وكلاهما ليس صحيحاً. أدرك ذلك بفضل عملي على مدى 20 عاماً في مجال التفكير الإداري، حيث قابلت عديداً من الخبراء والمؤثرين الذين يقدمون هذا النوع من النصائح التي تركز كثير منها على السمات الداخلية. لا يتعلق الأمر بتجاربك في الحياة بقدر ما يتعلق بما تقوله عنها، إذ إنه ما يحدد مدى تقدمك في الحياة. لكن أكثر ما يغفل عنه هذا القطاع هو العوامل الخارجية التي تساعدنا فعلاً على تعزيز قدرتنا على التحمل، مثل العائلة والأصدقاء الذين يقدمون لنا الدعم العاطفي والمساعدة العملية على حد سواء، أو مثل المال الذي يخفف عنا ضغوط الحياة اليومية وحالات الطوارئ البسيطة. لكن قطاع تسويق العزيمة يعطي انطباعاً سائداً بأن علينا فقط العمل بجد أكثر والتعمق في دواخلنا أكثر وممارسة التأمل كذلك، لنكون قادرين على النجاح بطريقة أو بأخرى. لكن الحقيقة أن ذلك لا يقع على عاتقنا كلياً، إذ لا يمكننا تحمل كل الأعباء بمفردنا. مع تبني عالم الإدارة واقع أن النجاح يكون وليد محاولات فاشلة، نشأت سوق مزدهرة تروج نصائح النهوض مجدداً. لكن الأدلة تظهر أن غالبية الناس قادرون بالفعل على التكيف، وأن للتغلب على الصعوبات عديداً من الطرق، بل إن معظمنا يتمتع بالقوة الداخلية الكافية للتعافي من أعباء الحياة، بما في ذلك الصدمات الجسيمة. أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم حول هذا الموضوع هو الخبير جورج بونانو، المختص في دراسة مجال الصدمات. وقد اكتشف من خلال استعراضه عديداً من الدراسات أنه حتى عندما يواجه الأشخاص مواقف مروعة مثل إطلاق نار جماعي أو كارثة طبيعية، يعود ثلثاهم إلى حالتهم النفسية الأساسية قبل الحدث. مع ذلك، ما يزال التركيز على المرونة يتمحور أساساً حول القوة الذهنية. لنجري هذه التجربة الذهنية. تخيل أنك انتقلت حديثاً إلى مدينة جديدة للعمل، ورئيسك الجديد متطلب إلى حد مضن، وفريقك يتربص بعضهم ببعض. وعلاوة على ذلك، كل شيء في هذه المدينة الجديدة أكثر تكلفة، مما يشعرك بالضيق المالي رغم أنك انتقلت إلى هناك لأنها وظيفة أفضل مادياً، ناهيك بمصاريف رعاية الأطفال والوجبات الجاهزة ومواقف السيارات والإيجار، كما أنك تعيش الآن بعيداً جداً عن كل معارفك. لذا، عندما تظهر مشكلات صغيرة مثل زبون غاضب أو حالة عائلية طارئة، تبدو هذه المشكلات أكبر من حجمها. والآن فكر في مدى اختلاف الوضع إذا كنت تعيش في مدينة أرخص، وعائلتك وأصدقاؤك يعيشون بالقرب منك، رغم أنه من الممكن أن يسبب لك عملك الجديد بعض التوتر، لكنك تحظى بدعم عملي وعاطفي. كذلك تكلفة المعيشة المنخفضة تسهل تجاوز التوترات والطوارئ الصغيرة في الحياة اليومية، لذا ستأخذ المشكلات الصغيرة حجمها الطبيعي. في كلتا الحالتين، أنت نفس الشخص، بنفس مستوى الإصرار أو التفاؤل الداخلي. لكنك في السيناريو الثاني أكثر قدرة على التحمل، بفضل كل العوامل الخارجية الإضافية المتاحة لك. لذا، خلاصة القول أنه في بعض الأحيان لا يمكن للقوة الداخلية مهما عظمت أن تغنينا عن العوامل الخارجية.
لكن يقدم عديد من المؤثرين وخبراء الحياة المهنية حلولاً جزئية يروجون فيها أموراً تعد في أحسن الأحوال آليات تكيف، مثل التأمل الواعي لمواجهة تحدياتنا اليومية. في أسوأ الحالات، يمكن أن تكون هذه الحلول ممارسات سطحية، بحيث تجعل الرعاية الذاتية تقتصر على يوم في منتجع صحي أو شراء الشموع. أحياناً، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مفيدة لتجاوز الأيام الصعبة، واعتمدت بعضاً منها بالفعل، لكن غالباً ما يتعين علينا إحداث تغيير جذري بدلاً من ذلك، كأن نعترف مثلاً بأن هذه الوظيفة ذات الأجر العالي مع ساعات عمل طويلة لا تستحق العناء، أو أن نجد طريقة لإصلاح علاقة تؤذينا. ومع ذلك، يركز قليل من مؤلفي كتب تطوير الذات في عالم الأعمال على هذا النوع من التغيير الهيكلي العميق في حياتنا، وأعتقد أن ذلك مرتبط بكيفية بناء مسيرتهم المهنية، إذ يحقق عديد منهم دخلهم الرئيسي من خلال تقديم استشارات للشركات الكبرى أو تقديم خطابات تحفيزية. وبالطبع رعاة هذه الخطب لا يرغبون دائماً في سماع رسالة تشجع موظفيهم على التخلي عن وظيفتهم السيئة والانتقال إلى وظيفة أخرى، ما يفسر تركيز عديد منهم على القوة الداخلية بدلاً من سياسات الشركة أو التغييرات الملحوظة التي يمكن أن تؤدي إلى قوة عاملة أكثر صحة نفسية، مثل إجازة الأمومة أو الإجازة المدفوعة في حالة المرض، أو حتى استقطاب مزيد من الموظفين لتجنب نقص العمالة. لكن تلك الأمور تكلف الشركات أموالاً تنعكس على الأرباح والخسائر، بالتالي يكون التركيز على قواك الذاتية عوضاً عن ذلك أكثر أماناً لنموذج أعمال الخبراء. لذلك يظهر كثير من النصائح المهنية أننا بطريقة ما المسؤولون عن الصعوبات الشخصية، لذا علينا التعمق في دواخلنا. يجب أن نكون حذرين من هذه الرسالة، لأن المرونة النفسية ليست صفة نادرة، بل معظمنا لديه بالفعل كل القوة الداخلية المطلوبة، لكن ما نحتاج إليه حقاً هو مزيد من الدعم الخارجي.